برضو من تشوف من أكثر ما تجيك القضايا أكثر الناس اللي يكون ضحية؟ أكثر الضحايا هم النساء بسبب شيء واحد، العروض الوهمية. يعني إحنا جاتنا قضية في قبل رمضان الماضي، عرض خادمات منزليات من أحد الجنسيات المعروف أنه سعرهم غالي، عرض لا يقاوم، 1000 ريال راتب بالشهر، والجنسية هذه تحديدا عليها طلب عالي، والناس تستخدم العاملات المنزليات في شهر رمضان بكثرة، واستخدم اسم شركة معروفة في جلب الخادمات هنا في الرياض. تأتي وصلت رسالة عبر الواتساب بالرقم جوال بهذا العرض لإحدى السيدات بكل حماس وبكل بساطة، دخلت الرابط تطلب هذه الخادمة، ولو يقول لها الحجز ب20 ريال، لازم تحجز الآن، لما تدخل الرابط تسوي حجز، فهي تروح تحجز، أدخل البطاقة، وكان يحط لها عداد يمكن أقل من دقيقتين عشان تحط الهوية متحمسة أن العدد محدود ولازم تحجز الآن حتى يتم تأكيد الحجز، وتبدأ تحط، أخذت بطاقة زوجها قد تحط البيانات والرقم وكل شيء، هات الكود، جاء الكود، يلا، ويكلمها اللي في الواتساب. بالنهاية سحبوا أكثر من 200,000 ريال من حساب الزوج وبلوك. راحت طبعا جات كودين، هات الكود، تعطيها الكود التفعيل ومن ثم الكود الثاني اللي هو كود السحب. مع الحماس هي ما انتبهت، فتفاجأوا انه الزوج مسحوب منه، صحي من النوم لقى مسحوب منه 200,000، هل هي الفلوس وكل الفلوس المصرفة كلها؟ والله انا دخلت، راح للشركة اللي المعلن عنها، يقول له هذا ما الرابط مو تبعنا، عندنا موقع خاص فينا، هو يرسل لك الرابط اللي هو يبغاه، صفحة وهمية. واكثر ما يط لما ما يجي صفحة، لما مثلا انا بدخل على الشركة فلانية ادخلها من جوجل، ما ادخلها من الرابط اللي يعطيه اياه الشخص هذا، عرف؟ ولا في اي جهة تطلب منك الكود. كانت في حملة إعلامية كبيرة إنه يا جماعة ترى ما في أي جهة يطلب منك كود، اللي يطلب منك كود هذا نصاب. لا، وما زال في ناس يعطيك كود بحجة وظائف، بحجة عروض وهمية تكثر في المناسبات، بحجة أكثر ما يطيح فيها الناس الوسطاء. فاللي أنا ودي أقوله للناس إنه لا تصير ضحية بسيطة. كل من جاء قال عبي بيانات تعطيه، البيانات شيء خاص فيك أنت، مجرد أنك من تعطي هذا البيانات لشخص آخر فأنت سربت له المعلومات دي. فالنساء دائما لازم يكونوا أذكر، يعني أذكى، وللأمانة هم قلة، يعني ما هم كثرة، لكن أكثر الأطفال الصغار مر عليك قضايا كذا. أي نعم، فيه شخص أو أب شاف، وطبعا من عائلة متوسطة، حتى العائلة متوسطة الدخل، شاف ولده والله شرى له دباب، شوية اشترى له جوال، مع انه جواله قديم، فجأة اشترى له جوال ايفون جديد، الولد نفسه يقول انا ما اعطيت مصروف. لما اجي اسأله اقول له يا اخي من وين لك هذه؟ لا والله أنا فزت بمسابقة وأنا سويت قطم العيال، طبعا هو طالب في الثانوية، وأنا سويت مش عارف إيه، ولا لا 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 لا، يعطيه أعذار وهمية. سكت عنه، قال له كويس الله يوفقك، يعني على أساس إنه الولد مجتهد. ظهرت عليه الفلوس، ظهر عليه الغنى، وظهر عليه الثراء، بس مش الثراء القوي، لكنه تغير حال الولد ده، جوالات، دباب، ملابس، شوي قلب وسافر. في احد الايام جت الشرطه قبضت على هذا الولد. ليش؟ راح ما يدري طبعا الاب، حاول ليش تمسكون ابني كذا، راح للشرطه، تبين ان الطفل ده او الولد ده في الثانوي
ينشئ مقاطع إباحية عبر أحد المواقع الخاصة طبعا، وبكثرة أكثر من 5000 مقطع وعليه رسوم، ومشتركين ناس مشتركين ناس من خارج السعودية. فلما تتبعوا الأمر هذا وجد أنه طفل، طبعا حوكم هو، وكانت صدمة للأب. فطبق عليها النظام، حكم عليها القاضي بنص المادة أو طبق عليها النظام. فهذا كله يعني ما يعد من تحت 18 سنة صغير ولا يحاكم ولا تصير جناح. لا لا، شوف هو نظام، شوف نظام الأحداث فيه محكمة، القاضي يحاكم فيه في نفس الأحداث، المحكمة خاصة فيه، وتحقيق بوجود ولي الأمر، فهمت علي؟ ولا يعفى من الجريمة، ممكن يخفف في الجريمة، ولكن بالنهاية هذه جريمة، ويأتي لا عقوبة إلا بالنص. حتى قبل البلوغ قد يعاقب؟ يعاقب، في أشياء يعاقب فيها وفي أشياء ما يعاقب فيها، لكن مثل هذا هو الآن بالغ، بالغ ولكن تحت السن القانوني، لم يبلغ 18 سنة. شايف؟ وعلى فكرة في معلومة هذه حتى كثير من القانونيين تكون غايبة عنهم، 18 سنة تأتي في نص عليها النظام الذي يتم 18 سنة، مش أن يبلغ 18 سنة. يتم يعني ينتهي من 18، ينتهي من 18 سنة ودخل في 19. هذا من اللي يتجاوز سن الرشد، ولكن اللي دوبه من 17 سنة وداخل 18 لا، هذا ينطبق عليه النظام، النظام نص عليه من يتم وليس من يبلغ. فهذه نقطة حتى في أحد القضايا استفدنا منها من هذه النقطة.